قبل كم سنة قررت إني أغير حياتي وأجازف مجازفة كبيرة. طلعت من سجن الوظيفة علشان أكون صانع محتوى وفول تايم ستريمر. أوف دابة ثلاثة أولي. أدري إنها مجازفة كبيرة بس صراحة تسوى. تعرفت على ربع يدد ولقينا المكان اللي كلنا نستانس فيه والعاب تجمعنا نضحك. عم باتمان نتغشمر. بس بوش عليه بوش عليه بوش عليه بوش عليه جاسم بوش. وأكيد نفوز وايد. هيا هيا أول جيم إجازي وانك وانك عندو جاي يا شباب يا شباب. وطبعا هذه للحين البداية. يس يس الحيوان. يس يس. وجاهزين حق مغامرات جديدة؟ الحيوان ياسي شابتر جديد إن شاء الله مع كلير فيجن.